البند الثاني اللي هو ادعاء تزوير الحقائق في التحريات اللي تجريها الوزارة، وهذا يا أخوان أساس الاستجواب، وهو موضوع تحريات المباحث في الشكوى اللي قدمها النائب السابق ضد المستجوب. الأخ الرئيس الموقر، أخواتي وأخواني النواب المحترمين، هذا شغل قانوني بحت، وهو دور إخوانكم رجال الأمن الذين يتم الطلب منهم القيام بالتحريات بناء على شكوى أو تحريك من قبل الادعاء العام أو النيابة. وهذا شأن ليس لي فيه أي دخل، لا من قريب ولا من بعيد. يعني أي مواطن أو مقيم على أرض الكويت إذا تقدم شكوى ضد أي شخص، ستقوم المباحث بعمل تحرياتها والاستماع للأقوال أو تفريق أدلة الاتهام، ومن ثم تزويد المحقق أو وكيل النيابة بها، رغم أن هذا الادعاء يمثل واقعة شخصية، شكوى من مواطن على مواطن، ولا يجب أن يتضمن الاستجواب شيء شخصي.